اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام متابعي قناه الايام الفضائيه وحلقه جديده من برنامج الوسم. انا كرار حباب، فاصل قصير وفقره فيس تو فيس، خليكم ويانا لا حد يروح بعيد. اهلا بكم مجددا مشاهدينا الكرام في فقره فيس تو فيس، حيث الاخبار والمواضيع والاحداث والترندات المحليه والعربيه والعالميه اللي دائما ما تكون موجوده في برنامجنا برنامج الوسم. اولى مواضيعنا وترندنا اللي صار له تقريبا كم يوم هو موضوع فتح مطار بغداد الدولي أمام عامة الناس، وداعا للنداءات وداعا للتليفونات وداعا للوقفة والفلوس الخمسين ألف والمئة ألف والستين ألف، وداعا لكل هذه المواضيع اللي كانت تثقل على كاهل المواطن عند السفر. ترى مو كل اللي يسافر هو مرتاح، اكو ناس تسافر على مود تتعالج وهي لامه الفلوس بالشافعات، واكو ناس تسافر على مود تلقي شغل بغير مكان، واكو ناس تسافر مضطره. فمو كل واحد يسافر هو جيبه مليان على مود يدفع 60,000 التاكسي المطار و25,000 من الباب مدري اللي وين العباس بن فرناس. وداعا لكل هذه المواضيع اللي كانت تثقل كاهل المواطن العراقي عند الذهاب الى مطار بغداد الدولي. يعني كنا نحصل نداء وهذا النداء لازم عن طريق عرف، ولازم تطي رقم السياره واسمك وكم شخص بيها وما ادري شنو المواصفات، وهوسه ولعبان نفس بين قوسين. ايش نحكي لكم؟ اليوم صار الموضوع يختلف بقرار من رئيس مجلس الوزراء السيد محمد الشياع السوداني، اللي أصدر قرار بفتح حركة مرور الناس إلى مطار بغداد الدولي. هواي أكو تعليمات، هواي أكو مواضيع. هو بالبداية خلينا نشوف ما نشره رئيس الوزراء على صفحته الشخصية المهندس محمد الشياع السوداني. على بركة الله نعلن فتح طريق مطار بغداد الدولي كمرحلة أولى أمام العجلات الخاصة بالمواطنين المسافرين على الرحلات المغادرة. هذا هو المنشور اللي صار عليه عدد تفاعل رهيب، كنت 19,000 تعليق ما أدري قد، والناس ما شاء الله التفاعل على هذا الموضوع. واحنا شفنا بعض الفيديوهات ظهرت اثناء زيارة رئيس الوزراء الى مطار بغداد الدولي، وشفنا الفيديوهات اللي ظهرت، واكو مدير المطار قدم اعفاء من منصبه وعينه ومدير جديد قبل لا ادخل الحلقة لي بدقائق، وشفنا هاي الامور الكثيرة. هذا الموضوع احنا يرادنا تفاصيل بيه اكثر، نعرف شلون راح يكون دخول المواطنين، شلون راح العمليه، شلون راح تجري، هم اكو تليفون نداء ما اعرف شنو، لو فقط تروح وعندك التيكت مالتك وعندك الجواز توصل اهلك او اقاربك او ما اعرف شنو. درجه القرابه حسب ما عرفنا لازم من الدرجه الاولى حتى يوصلك للمطار اذا كان قريبك. زي ليش مو انا مثلا صديقي يوصلني، او انا اريد اوصل صديقي للمطار وارجع انا اطلع؟ فهواي امور راح يعني راح نفتهمها بعد قليل. راح يكون عندنا اتصال هاتفي، بس خلي نقرا التعليقات اللي على هذا الموضوع. حسين يقول: بدايات مبشرة، نتأمل خيرا بقطاعات أهم تحتاج للعمل الكثير. أشاطرك الرأي، أكو مواضيع البعض يراها بسيطة ولكن هي معقدة، وأكو مواضيع هي فعلا معقدة وبحاجة إلى حل. لذلك شاطرك الرأي، أكو مواضيع عديدة أخرى. إحنا ممكن جاي نشوف حركة بالشارع من حيث التبليط ما أعرف شنو الإنارة، ولكن أكو مواضيع أهم، مواضيع سياسية أهم ومواضيع خدمية أهم. فاليوم إحنا نبدي بشغلات بسيطة ممكن هاي تكون مفيدة، شوية شوية يلا ناخذ الشغلات الأكبر. هيثم يقول: مباركة الخطوات التي تنم عن شعور الراعي
بمعاناة الرعية. أطال الله الخير في بلادي وعلى يد الخيرين، والراحة والأمان والسلام الدائم. عم هيثم خوش داعي لنا دعاء. هيثم يمكن متضرر من وراء هالموضوع، الظاهر هو يعني دائما يروح ويجي المطار، فمتضرر من النداءات ومن الفلوس وطوب ودفع. يعني من الصالة الجراجة والساحة عباس ابن فرناس، إذا تأخذ لك سيارة يعني أعتقد 60,000 25,000 50,000 ما أدري، وإذا مثلا للجانب الكارخ الكروة تصير 40,000، إذا الجانب الرصافة الكروة تصير 60,000، وإذا الجانب آخر يعني بعيد عن المطار بعد الكروة تصير يمكن 75,000. يعني أقوى أجرة تاكسي من، خلينا نقول نبديها من النهروان، مو هي شوي بعيدة عن المطار، من منطقة النهروان إلى مطار بغداد أو المناطق اللي قريبة على مطار بغداد، خلينا نقول حي العامل، خلينا نقول حي الربيع، خلينا نقول العامرية، خلينا نقول هاي المناطق من النهروان، إذا أريد أشتغل تاكسي فهي هاي الكروة تقتل نفسها ماكسيموم 15,000 دينار، هاي إذا مو 12,000 11,000. زين أنت والله تطلعني من المطار لهاي المنطقة ب60,000 ليش؟ على أي أساس؟ لذلك إحنا نقول هذا القرار مهم جدا وواجب تطبيقه، وبالفعل من يوم أمس اللي هو يوم السبت بدأ مطار بغداد يفتح أبوابه أمام عامة الناس والمسافرين والمغادرين. منار تقول بعد 10,000 أجرة النقل من ساحة عباس هم الغوها، والضريبة اللي ياخذها مطار النجف 10 دولار هم الغوها، هذا فرهود للمواطن وتروح لجيوبهم. يا ريت تروح لإعمار المطار. ليش تروح بجيوبهم؟ زين هم ذا يسوون شغلة استثمارية، أنا اللي أدري بيه الاستثمار لازم يستفيد من عنده صاحب يعني مثلا إذا استثمرت المطار الإجور اللي تجيني أفيد بها المطار، أوسع أجدد أنظف أسوي أحدث أطور كل هاي الأمور اللي ما يراد لها شيء. تتذكرون قبل سنة أو أقل بين يوم ويوم يا حريق بمطار بغداد، يا اندلاع يا كهرباء، يا طفت الكهرباء بالمطار، يا مدر مي طق بالمطار، تتذكرون هاي الفلوس اللي جاي تاخذوها ممكن اسوي بها هاي الشغلات، واجي انا كمدير لمطار بغداد الدولي من الزم المطار والزم منصبي واكون انا على قد المسؤولية اشتغل حتى من اطلع، حتى ما تطلع بالفيديو يحاسبك فلان وفلان، وحتى من اطلع اني اكمل المهمة اللي انا كنت بيها اقول والله الحمد لله وشكر انا اشتغلت وهاي الناس جاي تمدحني. ما يراد لها روحة للقاضي، ما يراد نقعد القاضي ونقول له يابا تعال احكم النبيه، شوية فكروا شوية اشتغلوا، ما نريد منكم شيء فوق طاقتكم، نريد الشيء اللي تقدرون عليه انتو اللي هي ابسط الخدمات توفروها للمواطن. مو صار لنا سنوات نحكي لا ارتاحينا قبل ولا ارتاحينا هسه، شو وقت يرتاح المواطن العراقي؟ شو وقت يحس بقيمته كمواطن؟ يجي يريد يركن سيارته امام محل حتى ينزل يشتري او يتسوق، يطلع له واحد من ورا السيارة اطبق ما ادري شنو جراج، انت بكيفك مسجله باسم الوالد مثلا تاخذ جراجية على شارع عام. هذول ليش همينا ترى هي امور بسيطة، هسه البعض يقول له ذني واقفات هسه على البلد، ذني مخليات المي ماكو، ذني مخليات لا، هذني المواطن يحس بقيمته كمواطن بالبلد. ليش ما والله هيك من البلد هيك الناس سب قامت من ورا من ورا بعض النماذج اللي
عد هالحرام مثل شربة المي. وهي مواضيع بسيطة مثل ما قلت لكم، يجي يريد يركن سيارته أمام محل حتى يتسوق، ينزل يجي واحد يطلع له جراج، هذا جراجية 3000 خمس، أنت بكيفك تسوي الرصيف لو شارع العام جراج، أنت بكيفك. أكو مواضيع، لو والله الازدحامات، واحد يطلع يريد يروح الدوام والشغلة المشغولة، يطلع يزدحم، عمي ما أبدي أوسع الطرق. بغداد بنيت حتى تستقبل أو تستوعب عدد من الناس، زين تستقبلها يجوز 3 مليون 5 مليون، فمو معناها أني صارت بغداد صار الناس هواية والله أعوف بغداد هيك، لا أوسع لا أسوي لا. مصر اللي هسه الجوع كاتلهم ومشاكل اقتصادية عندهم بسبب شنو؟ اللي راح يجنون ثمارها بعدين بسبب شنو؟ سووا عاصمة إدارية جديدة بمنطقة صحراوية تبعد عن القاهرة ما أدري كم كيلومتر، حتى تفك الزخم المروري وزخم الناس، ونقلوا بيها وزارات ومجلس الوزراء والمتحف المصري وملعب رياضي ومجمعات سكنية، سووا بيها حتى الناس تخف من القاهرة تجي للعاصمة الإدارية الجديدة. عم احنا ما طالبين منكم هذا كله، احنا طالبين منكم بس وزارات، يعني مثلا تقدرون تنقلون وزارة لهنا وزارة لهنا، تقدرون لو ما تقدر لا ما راح تقدرون. احنا واحد من القهر يظل يحكي، البعض يلوم ليش تسولف ليش غير من القهر. خلينا نشوف تعليق ماجد يقول الخطوة المهمة التي يشعر بها المواطن هو إجراء تغيير لمدراء النواحي وقائم مقامي الأقضية الذين مضى على وجودهم أكثر من 10 سنوات، والمدن تعج بالكفاءات وبات وجودهم يمثل شكل مصغر من الاستبداد والرجعية الإدارية. بارك الله فيك سيد رئيس مجلس الوزراء المحترم. نحكي على قائم مقام والأقضية والنواحي، نحكي والله ذا نحكي هسه نطلع ملفات قيامة، ملفات هيك نسطرهن، نحكي على الأقضية والنواحي، المي ما عندهم، الكهرباء ما عندهم، التراب كاتلهم، نحكي نفتح هاي المواضيع. العاصمة هي بعدها صلاح يقول والقادمون مضطرون لأخذ تاكسي المطار للكرخ 40,000 وللرصافة 50,000 وما خلف القناة 60. ما شاء الله تفضل. ولساحة عباس بن فرناس 26,000. يا أخي على الأقل قللوا تسعيرة الشركات، هذا حدها، ولن تكون هناك خطوات أخرى بوجود شركات التاكسي. هذا كان آخر تعليق بخصوص موضوعنا الأول اللي هو موضوع فتح مطار بغداد أمام عامة الناس المسافرين المغادرين وأيضا الوافدين، يعني ممكن واحد يروح يستقبل شخص جاء من السفر، وأيضا واحد يروح يوصل شخص راح من السفر. وبنفس الوقت أكو موضوع آخر، موضوع أريد أحكي بيه، أتمنى من إدارة مطار بغداد الجديد المدير الجديد اللي اليوم صار، أكو أمور مثلا شخص يجيب سيارته يريد يسافر، أكو جراج يركن بيه الجراج ومن يرجع ياخذ سيارته، أنت ليش تحاسب على الساعات؟ سافر لأسبوع 10 أيام شو على الساعات؟ يعني ليش تحاسب على الساعات؟ حاسب على يوم واحد، يوم 24 ساعة، هذا موديل جديد ما له حاسب على الساعات، هو شنو رايح مكان ويرجع غير مسافر؟ تحاسبوا على الساعات ليش؟ يعني إذا فرضا سافر له 7 أيام أنتوا تحاسبوا على الساعات، نقول الساعة مثلا الساعة بألف دينار، خلينا نقول 24,000 باليوم، 24,000 في 7 أيام في 7، شوفوا ايش قد راح يطلع الناتج. والله علي مش شنو لا خب انا حاسبه على اليوم، واخذ منه يوميه 5,000، عمي يوميه 10,000 دينار اخذ جراجيه.
ليش احاسب على الساعات؟ فهذا الموضوع ايضا نتمنى انه يهتم به مدير مطار بغداد الجديد اللي قبل شوية عينه. هذا كان موضوعنا الاول في فقرة فيس تو فيس. موضوعنا الثاني في هذه الفقرة موضوع الترند دائم يشكل خطر كبير على المواطنين. لا المواطن المطمئن واحد طالع مطمنة، ولا المواطن ضالين بين حاله وماله، يباوع على النهار يشوفه جاف، يباوع على الاهوار يشوفها جفت، يباوع على البحيرات يشوفها تلاشت، يباوع على 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 الانهر والجزرات الوسطيه وتجيك اخبار، تطلع لك اخبار مثل هذا الترند اللي صار هاي اليومين، عباره عن تصريح متشائم من الموارد المائيه، خزين المياه لا يكفي للعام الحالي. زين، لا يكفي للعام الحالي. هذا التصريح بصراحة مستغرب. احنا راح نفهم تفاصيله بعد قليل، وايضا راح نفهم هواي امور المواطن بحاجة الى فهمها من قبل المعنيين. مثل ما تشوفون موضوع المياه موضوع مهم جدا. زين، فلذلك احنا لازم نحكي بهذا الموضوع باسهاب كبير. انا عندنا اتصال هاتفي حاليا، ولكن على الموضوع اللي قبله موضوع مطار بغداد نعود الى هذا الموضوع نستفهم بعض الامور. ينضم لنا عبر الهاتف العميد زياد القيسي من المرور العام. اهلا وسهلا سياده العميد، تسمعني؟ شاهدي قناتكم الكريمه اخي العزيز، سمعك واضح، حياك الله، مساء الخير عليكم. حقيقة بتوجيه من السيد رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة زين، وبرفقته السيد وزير الداخلية المحترم والسيد وكيل الوزارة لشؤون الشرطة ومدير المرور العام المحترمون، تم وبعون الله افتتاح الطريق المؤدي إلى داخل مطار بغداد الدولي وصولا إلى صالة المغادرة والاستقبال زين ذهابا وإيابا. هذا الطريق كان مغلق أمام المركبات الأهلية من 2003 ولحد يوم أمس زين، بعون الله وجهد أمني يترأس السيد رئيس مجلس الوزراء تم افتتاح هذا الطريق ودخول المركبات الأهلية إلى داخل المطار. اليوم يستطيع المواطن العراقي أن يدخل بمركبته إلى الداخل ثم يوصله أحد الأشخاص إلى مكان المغادرة، أو يستقبله أحد الأشخاص بسيارته جميل. أو يستطيع ركن هذه المركبة والسفر والعودة وأخذها من مطار بغداد. جميل جدا. يعني نعم، تسهيلات كبيرة وكبيرة بالضبط. أشرف على عليها السيد رئيس الوزراء والسيد وزير الداخلية والسيد وزير النقل زين. حقيقة هذا من جانبنا الأمني هو انتصار آخر على فلول داعش الإرهابي زين، وهذا تحدي وكسر لخشم العصابات الإرهابية إنه العراق لحد الآن بخير وبأمن وأمان والوضع الأمني مستتب ومستقر. من جانبه مديرية المرور العامة وحسب توجيه السيد وزير الداخلية، السيد مدير المرور العام وجه بفتح واستحداث قاطع مرور جديد بمسمى قاطع مرور مطار بغداد زين. هذا القاطع تم تعزيزه بالدراجات والدوريات والأشخاص لاستقبال المواطنين الخارجين خارج القطر والعائدين من خارج القطر. جميل. احنا بس نريد نفتهم بعض الاجراءات، يعني مثلا اللي يروح للمطار حسب ما قرينا في بعض الاخبار نريدك تاكدها او تنفيها او تعطينا الاستفهام عليها، انه السياره لازم تكون باسمه او درجه القرابه اللي اذا يريد يوصل اهله او صديقه، بس نريد فهمنا هاي الوضع الاليات، يعني السياره لازم تكون باسمه فقط حصرا او وكاله، فقط هاي الامور توضحها لنا.
بالنسبة للمركبات اللي رقمها إقليم يعني أرقام شمالية بالضبط، يا أما باسم الشخص أو من ينوب عنه بوكالة قانونية. جميل. بالنسبة للسيارات الأخرى في الحكومة الاتحادية بكافة المحافظات زين تكون باسمه أو اسم أحد من عائلته يعني بالضبط درجة الأولى. أها. ما أتضير بهذا الموضوع، لكن يجب إبراز الأوراق الثبوتية بالضبط داخل تشيك بوينت اللي بالبداية أو نقطة التفتيش. يجب إبراز المستمسك الرسمي العائد إلى المركبة والعائد إلى الشخص، ويجي ضمن الفترة المحددة إلى السفر ويدخل فقط. نعم. يتفتش. نعم. ويذهب. نعم. فقط. نعم. ماكو أي أمور. نعم. أخرى. نعم أكو إجراءات أمنية أكيد راح تخضع لها العجلات. شكرا جزيلا العميد زياد القيسي على هذه الأمور اللي وضحتها لنا ووضحتها للمواطنين من خلال اتصال هاتف. شكرا جزيلا لك وبارك الله بكم على هذه الأفعال اللي ممكن انه احنا ذكرنا انه هي ممكن تفيد المواطن شوية، تخفف عن كاهل المواطن، تزيل بعض الأمور المتعلقة بالصعوبات العرقلات اللي تصير دائما. فمثل ما شفتوا حسب ما ذكر انه اذا سيارة رقمها شمالي اما باسمه او وكالة عنده، واذا سيارة يعني رقمها بغداد او باقي المحافظات، يا اما السائق او من ينوب عنه مثلا اخوه ابوه والدته شقيقته، هاي الدرجة القرابة الاولى ممكن انه هو يستخدم السيارة. ومثل ما قال فقط تشيك بوينت الاول، يدخل تفتيش اجراءات احترازية يعني فقط تفتيش، ويدخل المطار من ضمن الساعات ساعات السفر المحددة. يعني مثلا تيكت مالتك انت بفلان ساعة، مثلا انت سفرك الساعة بالاربعة، انا حسب ما اعتقد يعني يحق لك تجي الساعة بالاثناعش او بالوحدة الظهر، انت ممكن يحق لك تدخل. فهذه المواضيع او هذه الافعال اللي صارت بهذا القرار اللي ممكن تكون واضحة لكم، تجي توصل اهلك او اصدقائك او ايا كان، وايضا تروح تستقبل هؤلاء الأشخاص. مثل ما قلنا لكم هذا هو موضوع المطار، احنا سبق وتحدثنا به وانتقلنا إلى موضوع آخر، ولكن حاولنا احنا نتصل من البداية ولكن كانت هنالك انشغالات. فهذه المواضيع أتمنى تكونون استفاديتوا منها. خلينا نرجع لموضوعنا الثاني اللي هو الموضوع المياه. مثل ما تعرفون موضوع المياه اللي احنا حكينا به قبل لا يجينا اتصال هاتفي، حكينا به أنه الناس هسه ما جاي تعرف شنو التفاصيل، شنو الحدث، شنو الموضوع، الوضع مبهم، الوضع العام مبهم. يباوع النهار مثل ما قلت لكم يشوفه جاف، ماكو الجزرات الوسطية مالي النهر، يباوع البحيرات ماكو، يباوع الأهوار هم تلاشت زين، ويطلع تصريح ما نعرف شنو مدى صحته، بس هو نازل بعدة مواقع انه خزين المياه لا يكفي. زين من مطرت وخصوصا هذا الشهر والشهر القبل اكو مطر غزير صار، قالوا يابا هذا الموضوع ممكن يفيد. زين شلون هاي الكم متر مكعب هاي شلون راح نستفاد منها؟ زين احنا احتويناها، تم احتوائها، لو راحت زين. البعض يقول والله هاي خزين للصيف اللي جاي، زين لحد شنو الصيف الحالي يعني خزين المياه لا يكفي للعام الحالي؟ هاي امور لازم احنا نفتهمها، لازم تطلع الجهات المعنية توضح هذا الموضوع. طبعا احنا نحاول نتصل بالجهات المعنية بهذا الموضوع، ونحاول ايضا نبين لكم مدى صحة هذا التصريح، وايضا عندنا هواي امور نستفهمها. اكو تحركات صارت قبل رمضان، عرفنا انه راح يروح وفد رفيع المستوى الى تركيا وايضا الى دول اخرى. لازم نعرف شنو هاي المباحثات اللي صارت، الانهر شنو موضوعها، خزين المياه سدود تفيدنا لولا، الامطار المياه شنو اللي يفيدنا، لازم احنا نعرف. على العموم خلينا بموضوعنا هذا اللي هو خزين المياه لا
يكفي للعام الحالي. هذا هو مثل ما شفتوا يعني الناس بدأت تستغرب. خلينا نشوف بعض التعليقات من هذا الموضوع. سيد فائز يقول هاي السنة مطر خير من الله، وين راح المي؟ أنا أيضا أتساءل وياك، هاي السنة مطر خير من الله بس وين راح المي؟ ما جاي نعرف، ما جاي نعرف بكل بساطة. أبو طيبة يقول وين راحت الأمطار والسيول هذا الموسم؟ طبعا حتى بحيرات صناعية ماكو ولا سدود. طبعا احنا عندنا اتصال هاتفي حاليا من الدكتور خالد شمال المتحدث باسم وزارة الموارد المائية. اهلا دكتور خالد في قناتنا قناة الايام الفضائية. اهلا وسهلا بك حبيبي، حياك الله الله يحفظك. حياك الله دكتور. احنا مثل ما تعرف شفنا موضوع ترند هاي اليومين، اليوم موضوع المياه، وايضا اكو تصريح نشر عبر وسائل او مواقع التواصل الاجتماعي وايضا بعض القنوات بانه خزين المياه لا يكفي للعام الحالي، فردنا نعرف هذا الموضوع من عندكم انتم المعنيين، وايضا توضحون للمواطن الخطوات المقبله وايضا مدى صحه هذا التصريح. السلام عليكم. اكيد ليس كل ما يعني ينشر وسائل الاعلام يعني هو له علاقه بالحقيقه، قد يكون هو يعني زين. مجرد راي او استنتاج. فيما يخص يعني الموقف المالي العراقي، نعم هي هذه السنه من السنوات اللي يعني صعبه، والخزينه الاستراتيجيه اقل من السنوات السابقه واقل من معدل السنوات السابقه، لكن الاشاره الى موضوع انه الخزين لا يكفي للعام الحالي يعني اشاره غير صحيحه ولا لا علاقه لها بالواقع المالي العراقي. الخزين الاستراتيجي الضعف الزائد بنسبه 35% عن بدايه الموسم الشتوي من عمر هذه الوزاره فقط، هاي سته اشهر الزائد الخزين بنسبه 35% من بدايه الموسم، قياسنا بدايه الموسم الشتوي. الموسم الشتوي السابق الموسم الزراعي السابق تم تحقيقه بنجاح، والوزاره مع وزاره الزراعه يعني نجحت بانجاز هذا الموسم. وبالمناسبه حتى تعرف قيمه هذا النجاح، الخطه اللي تم اتفاق عليها مع وزاره الزراعه 1.5 مليون دونم، بعدين زادت الى 2.5 مليون دونم، ثم زادت يعني بعد ما تم الموسم وقراءه الصور الفضائيه تبين ان المساحه المزروعه اللي تم ارضائها سواء بشكل مباشر او بالواسطه او بالمياه الجوفيه او بالمساحه الامطار جاوز 6.5 مليون دونم، هذا مؤشر على 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 جهود تبذل. فيما يخص الايرادات المائيه العراقيه، مثل ما تقول الوضع المائي العراقي معقد لسببين، السبب الاول ان العراق دوله مصب لنهري دجله والفرات. زين. وبالتالي ايرادات مائيه رهينه لطريقه اداره دور الديوار المائي لمشاريع روائيه وتنفيذ المشاريع الجديده سواء كانت مشاريع اصلاح كبرى او مشاريع سدود كبيره. والامر الاخر هو ان 70% من هذه الايرادات تاتي ايضا من خارج العراق، وبالتالي يعني هذا الموضوع يحجم ويقيد اداره الموارد المائيه من اتخاذ اجراءات يعني استراتيجيه. زين. لانها تعتمد اعتماد كبير على سياسات دول الديوار بتشغيل مشاريع، سياسات المائيه وليس السياسات العامه. زين. هذا جانب، الجانب الاخر احنا 70% من ايرادات المياه الخام تذهب الى القطاع الزراعي، وبالتالي هنالك اشكاليه للقطاع الزراعي، ما يزال يعيش البدائع وما يزال يعيش يعني ثقافه اداره وفره المياه والزراعه مع وفره المياه، وهذا الموضوع يفترض احنا غادره من زمان، يعني حاليا ندره المياه وشح المياه، وبالتالي يفترض التحول نحو يعني وسائل الري المغلق، وسائل الري الحديثه، الري الحقلي، الزراعه يعني الجافه، الزراعه الحديثه، هذا موضوع مهم. فيما يخص الموسم الصيفي المقبل، زين، احنا كوزاره موارد مائيه هنالك اولويات باداره المياه وتجهيز المياه الخام. الاولويه الاولى هي لتامين مياه الشرب. زين. الاولويه الثانيه هي لتامين مياه الاستخدامات المنزليه، الاولويه الثالثه لتامين مياه خدمات البيئة الصحية والصناعية. زين. ثم تأتي أولوية مياه الزراعة، ثم أولوية مياه يعني الأهوار وتحسين بيئة سطح العرب. زين. فيما يخص مياه الشرب مؤمنة بالكامل، فيما يخص مياه الخدمات المنزلية والصناعية والبيئة الصحية مؤمنة بالكامل. فيما يخص الخطة الزراعية الصيفية، إذا استمر الخزين على هذه المشاكل ستكون هناك خطة صيفية يعني ليست كبيره، خطه صيفيه وخصوصا التزام الوزاره حيث الحفاظ على البساتين وعلى المساحات المثمره وعلى المساحات الخضراء وبعض المحاصيل والخضر اللي المهمه للحفاظ عليها كاصول وكبذور. اذا الوضع تحسن واستمرت الايرادات بالزياده وصلنا الى رقم مناسب من الخزين الاستراتيجي بامكاننا ان ننفذ خطه
يعني نضيف للخطه الصيفيه بعض الـ بعض الـ بعض الـ بعض الخضر وبعض المساحات الممكنه. زين. فيما يخص زراعه الشلب يعني صعب جدا انه في زراعه الشلب. الوزاره ايضا تحمل زراعه كثيره صوت ماكو اكو نعم هسه رجع صوتك يعني اكمل حديثك دكتور. ايه الوزاره يعني بهذا الصدد اتخذت اجراءات كبيره وفاعله من ضمن هاي الاجراءات اول شيء يعني رفع عدد التجاوزات، اثنين تطبيق سياسه مناوبه ومراشنه صارمه باداره المياه، ثلاثه اتخاذ اجراءات فاعله بصدد تجاوزات الملوثات البيئيه. هذه كلها اسهمت ب يعني تعزيز الحصول المائيه وايصال الحصول المائيه الى الى المنتفعين. نعم الموسم هذا المر كان موسم صعب وجهود الوزاره يعني مستنفره، الاعلام على شاشه قناتكم الكريمه لعب دور في يعني تعزيز عمل الوزاره وجالس لعب اتجاه الحفاظ على المياه، ونامل ان هذا الضغط يستمر. ايضا شيء مهم اخر يمكن ايضا يعني برامج سابقه من قناه كريمه يعني اشرت الى ان موضوع ملف المياه هو ملف سيادي بالضبط، وفعلا دوله رئيس الوزراء نقل هذا الملف من ملف فني يدير وزاره الموارد او ملف دبلوماسي يدير وزاره الخارجيه الى ملف سيادي، وتراس دولته وفد رفيع المستوى ضم عدد من اصحاب المعالي الى الجمهوريه التركيه واقنع الجانب التركي بزياره اطلاقات وضعف اطلاقات المياه بنهر دجله لمده شهر. هذا الشهر بدا بتاريخ 23/3 وقبل يومين بدا يقل التصريف من نهر دجله، وبالتالي احنا هاي المياه بالاضافه الى الامطار استفادنا منها وخزناها وتعاملنا معها بمهنيه، ولذلك يعني استفاديتوا من مياه الامطار دكتور خالد؟ نعم مياه الامطار استفادنا منها بثلاث امور مهمه، الامر الاول هو خزن ما يمكن خزنه في مقدم السدود والبحار الطبيعيه، والامر الثاني هو تحقيق رؤيه وايقاف ضخ المياه من 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 المحطات الضخ بالانهر، والامر الثالث هو اساسا تدري الامطار تحقق غطاء رعاوي وغطاء نباتي وساهم بعمليه الجيران في الحفاظ على بيئه الانهر ورفع مناسيب يعني الاهوار. نعم زين دكتور خالد مثل ما تعرف يعني احنا ردنا فقط نستفهم على مواضيع، هسه انت ذكرت انه احنا خزين الصيف القادم او العام القادم احنا موفري، فكيف اكو تصريحات تطلع؟ احنا فقط ردنا نوضح هذه الامور لان تعرف المواطن اليوم في حيره من امره، من يباع النهر بجزرات وسطيه وبما اعرف شنو ومنسوبه قليل، فيظل المواطن في قلق وخوف كبير يعني دائما يعني يفكر به، فاحنا ليش نريد من عندكم من خلالكم انتم الناس المعنيين بهذه المواضيع انه توضحون للناس، فقط هذا اللي ردنا نعرف من خلالك، وانت مشكور وضحت لنا بعض الامور اللي كنا احنا ما فاهميها يعني. خلي اذكر الشيء اذكرها بجمل وكلمات ابسط. زين. الخزين الاستراتيجي هو اقل خزينه متحقق منذ سنوات طويله. زين. هذه واحد، اثنين اجراءات الوزاره ساهمت في تعزيز الخزينه، لذلك الخزينه زاد بنسبه 35% من بدايه الموسم الشتوي. ثلاثه اولويات الوزاره اللي تنفذها باستخدام المياه سواء كانت في الخزين او بالمياه الموجوده بعمود النهر سواء ايرادات مائيه. هي أولوية مياه الشرب، أولوية مياه الاستخدامات المنزلية والصحية والصناعية، ومن ثم تأتي أولوية الزراعة والأمور الأخرى. فموضوع الأولويات الثلاثة الأولى اللي هي مياه الشرب وأولويات يعني المياه المنزلية والمياه الاستعمالات الأخرى والمياه الصناعية والمياه البيئية هي هذه مؤمنة بالكامل لهذا العام. فيما يخص يعني الخطة الزراعية، الخطة الزراعية مثل ما تعرف تبنى على ثلاث مؤشرات. يعني سواء كانت صيفيه او شتويه. زين. المؤشر الاول هو ما موجود من مياه في الخزينه الاستراتيجيه في استخدامها عند الاحتياج. والمؤشر الثاني ما سيتحقق من ايرادات اقرب الى اليقين من التوقع كمياه سطحيه او مياه امطار. والمؤشر الثالث هو يعني مفهوم العرض والطلب والسوق المحليه وقياسه بالسوق العالميه. الخطه الصيفيه الخطه الشتويه انجزت بنسبه 300%، فيما يخص الخطه الصيفيه راح تقتصر الخطه الصيفيه مبدئيا اذا بقت الامور على هذا الوضع ما زارت يعني نسبه الخزين او معدل الخزن او حجم الخزين تحديدا. زين. راح تبقى على ان نحافظ على البساتين المثمره، على المساحات الزراعيه الخضراء، على المناطق الخضراء، على الـ يعني بعض المحاصيل، ونسمح بزراعه بعض الخضر اللي هي يعني مرتبطه ب الزراعة الصيفية. أحسنت. نعم. دكتور أشكرك الشكر الجزيل على هذه التوضيحات وهذه المواضيع اللي وضحتها للمواطنين وأيضا لعامة الناس، شكرا جزيلا لك على إتاحتك هذا الوقت حتى نفتهم هذه المواضيع، شكرا لك. طبعا نرجع نكمل موضوعنا، وأيضا نشكر الأخوة المسؤولين في وزارة الموارد المائية على هذه التوضيحات المهمة، مثل ما قال
يعني هذا الموضوع انه من يوم 23/3 تم فتح المياه لمدة شهر، وقبل ايام المفروض يعني خلاص انتهت المدة اللي هي شهر كامل. فهذا المواضيع ما كنا نعرفها سابقا، موضوع خزن المياه، الاستفادة من مياه الامطار حسب ما ذكر انه احنا استفادينا منها، موضوع انه التصريح اللي هذا قال هذا الموضوع يعني مو صحيح، واحنا يعني احنا مسيطرين على هذا الموضوع. فنرجو انه الاخبار تكون من اصحاب الشين. مع الاسف انا ليش جبت هذا الخبر؟ جبت هذا الخبر لانه قنوات فضائية ومواقع اخبارية على اساس رصينة وقنوات على اساس هي صادقة انه والله تصريح متشائم، خزين المياه لا يكفي هذا العام. زين هاي المواطن، المواطن يعني المفروض هسه المواطن شو يسوي؟ لا راح يخاف، بس المواطن لازم يفهم انه اكو مواقع رسمية. انا البارحة دخلت على صفحة الوزارة وايضا صفحة الوزير، ما لقيت ايش تصريح، بس لقيته منتشر بالقنوات الفضائية. لا قلت انا اجيب التصريح واجيب تعليقات الناس وايضا اجيب الناس المعنيين حتى نوضح، حتى نخليكم بالصورة، لان هو هذا واجبنا، واجبنا انه نوضح لكم دائما تكونون انتم بالصورة شنو المواضيع. مثل ما شفتوا دكتور خالد ذكر انه كل هذا الموضوع مو صحيح، مو صحيح. فاحنا دائما نعطيكم الموضوع الحقيقي، اللي يبحث عن الحقيقة يجي يمنا. خلينا نشوف تعليق ابو طيبه، يقول وين راحت الامطار والسيول هذا الموسم؟ طبعا حتى بحيرات الامطار مثل ما قال استفادينا منها. وزاره البيئه شنو شغلها وزاره الموارد المائيه؟ بس قبض رواتب، الظاهر الناس يشتغلون يا ابو طيبه، فانت يعني هسه دكيتهم وعايفين المسائل اللي تهتم المواطن والوطن، لا ان شاء الله ما يعرفوها. سليم يقول لو اكو دوله وتحافظ على مياه الامطار، فعلا اكو دولة وحافظت على مياه الامطار وتستثمرها صح، ما صار هذا حالنا مبذرين. هو اوريدي استفادوا من مياه الامطار، ومثل ما سمعت اذا جاي تشوف هسه الحلقه يا سليم انهم مستفيدين من مياه الامطار ومخزنيها. فالتبذير بعد هاي شغلتي وشغلتك يا سليم، التبذير هاي من تعوف البور مفتوح وتنسى وتروح، والمبردات ما بيها طوافه، وللصبح الصونده تريش، الطب للحمام تسبح تبقى لك 20 دقيقه لو نص ساعه مشغل الدوش وطال فوقها هيجي شنو عمي؟ ماكو شيء. زين لو يوميا غاسل السياره ومشغل الماطور ومغرق الشارع، هذا التبذير شغلتي وشغلتك مو شغله الوزاره، احنا المواطنين. هذا ترشيد استهلاك المياه، هذا شويه لازم احنا شلون يعني شلون. خلينا نشوف سيف يقول مو كافي تبذير بقى، حتى سيف يقول مو كافي تبذير بالشارع والمحلات بدون منظم ومقاييس منظم، حتى الكل يستفاد من توفر الماء، مو ناس عدا وناس ما تشوف الا بزقان الروح. فعلا احنا نقول لازم انه شوي نوفر. اخر تعليق من محمد يقول المفروض ملف المياه يكون بيد رئيس الوزراء، وفعلا صار بيد رئيس الوزراء وفعلا راح لتركيا وايضا اسهم بهذا الموضوع. هذا كان موضوع المياه، نستكمل في فقرة فيس تو فيس، هذه الفقرة اللي بيها مواضيع مهمة، موضوع ايضا ترند. جايك الصيف فاكو قرار انتوا راح تفرحوا له، قرار اكو يعني جاي يدرسون القرار. مديرية المرور العامة قدمنا مقترحا يسمح بتضليل المواطنين سياراتهم مقابل رسوم مالية، يعني تدفع فلوس وتضلل سيارتك. عمي انا جاهز ادفع فلوس واضلل سيارتي على مود الشمس، على مود الحر. زين بس احنا لازم نعرف ايش قد النسبه مال التضليل، انا اعتقد هي 5% يعني، لان ما يعطونا اكثر، لان لا احنا نواب ولا احنا وزراء ولا احنا يعني موظفين دوله ثقال، فاكيد يعطونا نسبه قليله. عم هاي النسبه القليله راضين بيها، العشره الخمسه بالمئه العشرين بالمئه التضليل راضين بيه. من الشمس تصقع بينا صقع بالصيف 50 درجه الحراره، لا تبريد يكفي، لا الخاولة تعلق ما يكفي، غير حارة الدنيا. فهذا موضوع أيضا ترند، والناس بدت
تحكي بهذا الموضوع اللي هو مديرية المرور العامة. قدمنا مقترحا يسمح بتضليل المواطنين سياراتهم مقابل رسوم مالية. اللي مستعد يدفع يدفع، واللي ما مستعد يدفع لا يدفع. تريد تضلل ادفع وصل. هسه البعض راح يقول لك هذا نوع من انواع السرقه، البعض راح يقول لك هذا نوع من انواع المدرسه. خوي الله بالخير عليك، انا كشخص كمواطن لا تسالني، انا افضل هيك شيء. اذا اكو رسوم ماليه اذا ادفع فلوس او اظل عم موافق. هسه بعيدا عن بعض الدول التضليل طبيعي عادي، بس عم احنا موافقين لان يعني الشمس ما تنقحم خوي، الشمس حاره كلش فدنا بحاره ما نقدر نتحملها، فاحنا شنو عادي يعني نضلل. خلينا نشوف اراء المواطنين. يقول احمد زين الجامع، ايش قد تاخذون رسوم مني؟ صار سنين اخلي خاولي يوقفني انزل الجامع واخليه على رقبتي يبقى صافن بوجهي. هسه ايش تريد؟ شو تريد هسه؟ طه يقول نتمنى ان يكون الرسوم، ان يكون، ان تكون يا طه الرسوم مشتركه مع الاقليم، لان الاقليم عندها رسوم تضليل السيارات، يعني مو تضلل سيارتك بالاقليم وتتحاسب بالمحافظات الاخرى. يجب توحيد الرسوم والكتب الرسميه. اما عمر يقول المسؤولين وحاشيتهم هم تاخذون منهم رسوم؟ لو مسلطين لسرقة المواطن العادي فقط. بكل دول العالم مسموح بنسبة معينة للتضليل بسبب الحر وأشعة الشمس إلا العراق. القانون يفصل حسب مصلحة المسؤول والحكومة فقط. ياسر يقول أمر طبيعي جدا ويحفظ خصوصية المواطن، السيارة ملك له ومن حقه أن يفعل ما يشاء بملكه دون أن يسبب أي ضرر لآخرين. هذه كانت تعليقات من موضوع التضليل. آخر موضوع اللي راح نتحدث به وأيضا موضوع ترند نتحدث به على عجالة، اللي هو موضوع رياضي، موضوع زيدان إقبال ومانشستر يونايتد. تينهاج يرفض أنه يفرغ زيدان إقبال لكأس العالم. مثل ما تشوفون مدرب مانشستر يونايتد تين هاج يرفض مشاركة زيدان إقبال في كأس العالم للشباب مع العراق. يعني تين هاج انت لا خليك ولا خلي رحمة الله تنزل عليك، لا تلعب لوليدنا ولا تنطينا يان لعبة بكأس العالم. اخوي انت شو تريد من عندنا؟ انت شنك زاهدنا؟ شلون نحشم لك ناس ندز لك؟ ندز لك قوام وش ندز لك؟ ندز لك طرف ثالث؟ زين انت لا انت راح تستفاد ولا انت اللي زين. فاحنا نتمنى من الاتحاد العراقي لكرة القدم والكابتن عدنان درجال بالذهاب واقناع تين هاج او ادارة مانشستر يونايتد. يعني هو ولا هو ماسكيرانو اجاهم مدرب منتخب شباب الارجنتين، ماسكيرانو اجاهم على مود جراناتشو ما قبلوا ينطوا. والله جراناتشو يلعب اساسي ويقول زيدان انتم ما ملعبي يا عمي، طلع خلينا نلعب احنا كاس العالم وبطوله مهمه. زين هسه تخافون عليه ينصاب؟ عمك غير بطوله هاي كاس العالم الناس تشوفه. زين التضام مهمك حرز يا تين هاج يا حبيبي، مو حتى ترى تعبتنا يعني ما يصير. هذا كان اخر موضوع في فقراتنا وايضا في حلقتنا لهذا اليوم. مشاهدينا الكرام وصلنا الى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج الوسم، حتى ألتقيكم في الحلقة القادمة. أقول لكم في مال الله.